بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. وبعد، توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فائدة تتعلق بالمتفق عليه. طبعا هو المتفق عليه هنا ليس المتفق عليه اصطلاحا. احنا قلنا المتفق عليه اصطلاحا ده معناه ايه؟ اخرجه البخاري ومسلم. لا، هو هنا ما يقصدش هذا. فائدة تتعلق بالمتفق عليه بالمعنى الأعم أو لغة. قال الحاكم: الحديث الصحيح ينقسم 10 أقسام، 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، وده اللي احنا قلنا بنسميه ايه؟ المتفق عليه اصطلاح. وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق، وقد تقدم ما فيه. طبعا احنا اتكلمنا عن المسألة دي كلام طويل في شرح كلام الحاكم رحمه الله، وأن ما يوجد في الصحيحين مخالف لما قاله الحاكم رحمه الله تعالى. الثاني مثل الأول. يعني مثل الأول يعني إيه؟ ما رواه أو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، إلا أنه ليس لراويه الصحابي إلا راو واحد. يعني لم يروي الحديث عن الصحابي في الصحيحين إلا راو واحد. مثاله، لا مش في الصحيحين بقى، يبقى إيه؟ بوجه عام. مثاله حديث عروة بن مضرس: لا راوي له غير الشعبي. وذكر أمثلة أخرى. والحاكم بيقول إيه بقى؟ ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. على كلام الحاكم لما تيجي تدور في صحيح البخاري ومسلم ما تلاقيش فيه إيه؟ الصحابي الذي ليس له إلا راو واحد. فالحافظ ابن حجر هيرد عليه بقى. قال شيخ الإسلام: بل فيهما، أي في الصحيحين، جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. طب زي إيه بقى مثلا؟ قال لك حديث المسيب بن حزم والد سعيد بن المسيب. والد سعيد بن المسيب كان صحابي اسمه المسيب بن حزم، أخرج له البخاري ومسلم في الصحيحين حديث وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث لم يروه عن المسيب بن حزن إلا ولده أو ابنه سعيد بن المسيب. يبقى هو موجود في الصحيحين صحابي لم يروع عنه إلا راو واحد. وكذلك حديث عمرو بن تغلب عند البخاري أيضا في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدع الرجل وغيره أحب إلي. يعني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا
ولا يعطي آخرين، والآخرين هؤلاء أحب إليه من الذين أعطاهم. أعطاهم لماذا؟ ليتألف قلوبهم، وجوه كثيرة. فهذا الحديث رواه عمرو بن تغلب، ولم يروه عنه غير الحسن، حسن البصري. هذه برضو حديثه في البخاري وليس له إيه، وحديث صحابي لم يروه عنه غير واحد. وكذلك عند البخاري أيضا حديث قيس بن حازم عن مرداس الأسلمي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ثم تبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله. فهذا أيضا من رواية صحابي لم يروي عنه إلا راوي واحد، وكل ده في الصحيح. يبقى إذن قول الحاكم ولم يخرج هذا النوع في الصحيح فيه إيه؟ نظر. فالحافظ بيقول: بل فيهما جملة من الأحاديث التي ذكرناها عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد. وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان، وسيأتي فيه مزيد كلام. يعني الإمام النووي هيتكلم على هذا الصنف في باب الوحدان. الثالث، أي النوع الثالث من الأنواع أو الأقسام المتفق على صحتها مثل الأول، إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. يبقى النوع اللي قبل كده كان الصحابي بيروي عنه راو واحد، هذا النوع التابعي لا يروي عنه إلا إيه؟ راو واحد. مثل محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروخ، وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء وكلها صحيح. قال شيخ الإسلام في نكته: بل فيهما القليل من ذلك، أي حتى في الصحيحين في أيضا هذه الأنواع من الأحاديث، كعبد الله بن وديعة. حديث عبد الله بن وديعة عند البخاري في الصحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وعنه أبو سعيد. يبقى أبو سعيد عن عبد الله بن وديعة عن سلمان، أبو سعيد لم يرويه عن عبد الله بن وديعة غير أبو سعيد. حديث اللي هو إيه بقى؟ من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ثم ادهن ومس من الطيب ثم أتى إلى المسجد فلم يفرق بين اثنين وصلى ما شاء له أو ما كتب له، ثم أنصت إلى الإمام غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يبقى هذا حديثه أبو سعيد عن عبد الله بن وديع عن سلمان الفارسي في صحيح البخاري. وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم، عمر بن محمد بن جبير بن مطعم هذا أيضا له حديث في صحيح البخاري يرويه عنه من الزهري، لم يرويه عنه غير الزهري، ورواه هو عن أبيه. يعني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم رواه عن أبيه محمد بن جبير بن مطعم. حديث بقى بيقول إيه: بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند قدومه من حنين، من غزوة حنين، فعلقت به الأعراب
الأعراب إيه شافوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة حنين، وأخذوا يسألونه، يعني عايزين إيه إن هو يعطيهم، مش يسألوه يعني عن أشياء، لا يسألوه أموال يعني. فتكاثروا عليه حتى اضطروه أو ألجأوه إلى سمرة، يعني شجرة طويلة كثيرة الشوك، وأخذوا رداءه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي من النعم مثل هذه، أو لي عضات مثل هذه النعم لوزعتها أو فرقتها عليكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذوبا، صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث في البخاري من رواية الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، ولم يروه عن عمر غير إيه الزهري. هذه مثال تاني أهو. والحافظ بيقول إيه: وربيعة ابن عطاء، ربيعة ابن عطاء، ربيعة ابن عطاء روى عنه أو روي له في صحيح مسلم حديث من رواية بكير بن الأشج عن ربيعة بن عطاء عن القاسم عن عائشة. بكير بن الأشج عن ربيعة بن عطاء عن القاسم عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، يعني الوسادتين اللتين قطعتهما من الستر. فهذا حديث أيضا في مسلم. يبقى إذن المثال أو القسم الثالث الذي ذكره الحاكم وقال أنه لا يوجد في الصحيح منها شيء، لا موجود، وإن كان بقلة، وإن كان بقلة. الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات، كحديث العلاء عن أبيه، كحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. العلاء طبعا هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه اللي هو عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان. طبعا ده هذا الحديث من الأحاديث التي إيه أنكرت على العلاء، وأبو داود قال إن هذا الحديث من الأحاديث التي أنكرت عليه، وأنه أحيانا كان يتفرد ببعض الأحاديث، يعني لا تروى إلا من طريقه هو. وطبعا هذا يعني هذه الغرائب كان العلماء يعني يفرون منها، وكانوا يقولون العلم ليس إلا ما يعرف، أو ليس من العلم إلا ما يعرف. وتواطأت عليه الألسن، يعني تجده منتشر عند كثير من الرواة ومن الناس، هذا هو العلم. أما واحد يتفرد بحديث فكانوا إيه بيشكوا في هذا ويفرون منه. فبيقول تركه مسلم لتفرد العلاء به، يعني الإمام مسلم في الصحيح لم يذكر هذا الحديث اللي هو النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان، لم يذكره مسلم في الصحيح لتفرد العلاء به،
مع أن مسلم ذكر له في الصحيح ما يزيد عن 50 حديث. العلاء هذا أخرج له مسلم في الصحيح ما يزيد عن 50 حديث. طب اشمعنى هذا الحديث يعني اللي ما خرجوش؟ قال لك لأنه تفرد به. تفرد به يعني إيه؟ يعني أصبح في شك، وممكن يكون صحيح وكل حاجة، لكن هو الإمام مسلم كما نعلم هو والبخاري كانا يبتغيان الدرجة العليا من الصحة. فمع إن مسلم أخرج له كثير من الأحاديث، إلا أن هذا الحديث لما تفرد به العلاء تركه ولم يخرجه في الصحيح. أخرجوا أحاديث غريبة في الكتاب. لا، هو ما يقصدش بها الغرابة الاصطلاحية، يقصد بها الغرابة اللغوية. يعني هذا الحديث لم يشتهر على الألسنة، هذا الحديث لم يشتهر ولا يوجد إلا عند العلاء. نعم، يعد حديثا غريبا أو اصطلاحيا، لكن هو هنا يقصد إن مسلم ما أخرجلوش ليه؟ عشان هذا الحديث، مش عشان غريب اصطلاحيا، لا، ده هو عشان غريب ايضا، بالاضافة الى انه غريب اصطلاحا فهو غريب من ناحية اللغة. يعني ايه من ناحية اللغة؟ يعني لم يشتهر على الألسنة. الاحاديث الغريبة هل هي احاديث غريبة اصطلاحا ولغة ايضا؟ اصطلاحا، وإلا يعني هناك أحاديث زي ما أنت قلت حديث الأعمال بالنيات، طب ما هو غريب، طب ذكروه ليه؟ لشهرته. يعني مروي من عدة طرق ومشهور على الألسنة. نعم، لا، كيف هذا؟ صحيح، والبخاري ذكرها من طريق واحد. أوردها من طريق واحد بسند واحد. طيب هذا الحديث مشهور ولا غير مشهور لغة؟ حتى لو ورد من 20 طريقا، وإن كانت هذه الطرق فيها ضعف، إلا أن هذا يشعر أن هذا الحديث يعلمه الكثير، واخد بالك؟ لكن لما يجي إيه حديث لا يعلمه إلا أو لا يرويه إلا راوي واحد وبلوش طرق في أماكن أخرى، يبقى في هذه الحالة ماذا تفعل؟ واحد زي الإمام مسلم هو يروي للعلاء عن أبيه، والعلاء ثقة وكل حاجة، بس لكن لما يعني تفرد به ولم يجده عند غيره فحدث له شك في هذا الحديث فتركه. نعم،
مع أنه ثقة، وأخرج له في أكثر من 50 موضع في صحيح مسلم. لكن هذا الحديث بالذات لا يوجد إلا عند العلاء، وممكن يكون صحيح، لكن لما تفرد به فإيه مسلم حدث له ريبة في الحديث، واخد بالك من النقطة دي؟ يعني إيه، هذا فرق ما بين هذا الحديث وحديث الأعمال بالنيات. حديث الأعمال بالنيات يعرفه الصغير والكبير والإنس والجن وكل الناس اللي في الدنيا، يبقى لا، مش ما نقولش بقى عليه إنه غريب لغة، لا، ده مشهور، ده معروف. نعم. فبيقول: وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة. نعم، مسلم زي ما قلت إيه، أخرج ما يزيد عن 50 حديث في صحيحه من طريق العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة، أي بهذا الطريق، يقصد هنا هذا الطريق، يقصد إيه، إسناد العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وربما يقصد أن مسلم أخرج لهذا أو من هذا النوع أو من هذا القسم أحاديث كثيرة في صحيح، قال شيخ الإسلام: بل فيهما كثير منه. سند، إسناد، أو الأحاديث الغرائب، يقصد الأحاديث الغريبة التي تفرد بها الثقات، بدليل ان شيخ الاسلام بيقول ايه: بل فيهما كثير منه، اي كثير من هذه الاحاديث الغريبة التي انفرد بها الثقات، لعله يزيد على 200 حديث. طبعا 200 حديث يعني ايه، مش لازم يكون هذا الاسناد بعينه، 100 حديث غريبة، يعني إيه، هذا الإسناد وغيره مما يوصف بالغرابة. وقد أفردها الحافظ ضياء الدين المقدسي، وهي المعروفة بغرائب الصحيح. الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة، يعني الخامس من الإيه، الأقسام المتفق عليه، أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم. لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده. أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات، فهذه أيضا يحتج بها، مخرجة في كتب الأئمة دون الصحيحين. يعني كأن الحاكم عايز يقول إيه، إن هذا النوع من الـ أو من الـ من الرواية لا يوجد في الصحيحين. فالحافظ برضه هيرد عليه ويقول له: لا، قال شيخ الإسلام: ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد. يعني مش ايه، مش هو ده المانع، ان هي رواية فلان عن ابيه عن جده. طب ايه، ليه يعني؟ قال لك: لان في الصحيحين روايات من هذا النوع، ليس المانع من اخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الاب عن الجد. محدش قال ان ده موجب للضعف يعني، بل لكون الراوي او ابيه ليس على شرطهما، مش على شرط البخاري او مسلم او الاثنين مع بعض، الراوي او ابيه. طبعا الجد لا، لان الجد صحابي. فعمر ليس على شرط البخاري او مسلم، وشعيب كذلك، وإلا ففيهما أو في أحدهما من ذلك رواية علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده،
ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، ورواية أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده، ورواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده، ورواية الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما، ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده، وغير ذلك. إلى الأب ولا الجد؟ الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو. لا مش عمرو، عبد الله بن عمرو. لا عبد الله على ما أذكر. هي ترجع إلى الجد. بس هل هو عمرو بن العاص في المثال ده ولا عبد الله بن عمرو؟ وذكر هذا في ال، طب راجعه كده. طلع مين بقى؟ عبد الله بن عمرو. طيب، لا تجادل ولا تناقش يا عبد الحكيم. نعم، الأغلب أنه يعود إلى الجد. يعني عمرو بن شعيب عن أبيه، أبيه اللي هو مين؟ شعيب. عن جده، جد مين؟ جد شعيب مش جد عمرو. وكذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه، أبيه مين؟ اللي هو حكيم. عن جده اللي هو جد حكيم وليس جد بهز. يبقى الجد إيه؟ الضمير فيها بيقع على إيه؟ على الأب وليس على الابن. أبيه اللي هو زيد، عن جده اللي هو عبد الله وليس عمر. واضح؟ فإيه، هو كل إسناد بيبقى ليه خصوصية كده. قال: وأما الأقسام المختلف فيها فهي المرسل. طبعا المرسل احنا قلنا ان هو من قبيل ايه؟ الضعيف، وهو ما سقط منه ايه؟ الصحابي وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعه، وما أسنده ثقة وأرسله ثقات، وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين، وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. نعم، إذا كانوا صادقين. نعم كده. نعم.
نسخة الشيخ عوامة، صادقين. قال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بقى هيفصل هذه الأنواع الخمسة المختلف فيه. أما الأول والثاني فكما قال، يعني الأول اللي هو المرسل والثاني اللي هو أحاديث المدلسين، إذا لم يذكروا سماعهم فكما قال، دي مختلف في إيه؟ فيها، في صحتها. وأما الثالث اللي هو إيه؟ ما أسنده ثقة وأرسله ثقات، فقد اعترض عليه العلائي بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها. قال شيخ الإسلام: ولا يرد عليه، لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين. الحاكم بيتكلم بوجه عام، لا يتكلم عن أحاديث الصحيحين بصفة خاصة. فلما جه العلاء اعترض عليه، قال له ده في الصحيحين في أحاديث مختلف في وصلها وإرسالها. حافظ قال له: لا، الاعتراض ده مش سليم. ليه؟ لأن الحاكم ما بيتكلمش على الصحيحين فقط، يتكلم على الصحيحين وغيرهما. وأما الرابع اللي هو روايات الثقات غير الحفاظ العارفين، فقال العلائي: هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه البتة، ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين. يعني إن أغلب رواة الصحيحين مش حفاظ، بل مجرد ثقات. فعشان نشترط بقى ونقول ان يعني معنى كلام الحاكم ان روايات الثقات غير الحفاظ دي مختلف فيها، فده كلام ليس بسديد. ليه؟ لان اغلب رواة الصحيحين مش حفاظ، مش من الائمة الكبار، ومحدش اشترط في الصحيح ان هو لازم اللي يكون الرواة حفاظ. ولو اشترطنا ده في الصحيح يبقى في احاديث كثيرة جدا هنقول عليها بقى مش صحيحة، لان رواتها ليسوا بحفاظ. وليس كونه حافظا شرطا اهو، والا لما احتج بغالب الرواة. يعني يكون الراوي حافظ ده مش شرط في الصحيح. امال ايه الشرط؟ ان هو الحديث يكون، ان الراوي يكون ثقة، وانه يكون سامعه من شيخه، يبقى في اتصال. اما يكون الراوي حافظ، لا. قال شيخ الإسلام، قال ايه بقى في نسخة الشيخ عوامة؟ ايه الحاكم في كلمة الحاكم؟ طيب، في بعض النسخ ما فيهاش كلمة الحاكم دي، فاكتبوها بقى، يعني اللي ما عندوش النسخ كلمة الحاكم يكتبها. قال شيخ الإسلام: الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اكثر اهل الحديث لا يشترطون كما ذكرنا ان يكون الراوي حافظا. ده خلافا لمين؟ لابي حنيفة ومالك. الامام ابو حنيفة والامام مالك لا، بيقول لك لا، لازم يكون ايه؟ الراوي من الحفاظ. حتى الإمام مالك كان لما يسألوه عن راوي أو شيخ من الشيوخ سمع من شيخه وكتب ما سمعه من الأحاديث،
ولكنه لا يحفظه. فأكثر أهل العلم وجمهور العلماء على أنه إذا حدث من كتابه فحديثه صحيح، بل ربما يكون أتقن من يحدث من حفظه، لأن اللي بيحدث من حفظه ربما ينسى، لكن هو واحد قاعد بيقرأ من الكتاب بتاعه ما سمعه من شيوخه، فكيف ينسى؟ الإمام مالك كان يقول لا، لابد أن يكون حافظا لحديثه. فيقولوا له ده، طب ده هذا شيخ ومن الأئمة وثقة من الثقات وهو يحدث من كتابه، فهل حديثه صحيح؟ يقول لا. طب ليه؟ قال لك أخشى أن يزاد عليه بالليل، يعني واحد يجي كده بالليل ويروح إيه نزود حاجة في الكتاب والشيخ إيه نايم ولا مش واخد باله، وهو فهو إذا ما كانش حافظ مش هياخد باله إن في حاجة زادت. واحد مثلا من تلاميذه نايم عنده وصحي كده بالليل وراح ماسك الكتاب بتاع الشيخ وقعد يكتب فيه، فيجي الشيخ تاني يوم إيه يروح يحدث الناس ويروح قايل اللي كتبه تلميذه مثلا، من غير أن إيه يلتفت، من غير أن يلتفت إلى هذا. فالإمام مالك قال لك لا، ما طب أنا إيه اللي يضمن إن هو محدش يكتب له في كتابه وهو مش واخد باله؟ لكن محدش هيجي يكتب لواحد في مخه، يعني مش حدش هيجي يكتب لك في مخك، لا انت حافظ خلاص. فهيجي واحد يقول لك ده هذا الحديث فيه زيادة وبتاع، هتقول له لا انا حافظه كده، واخد بالك؟ فبعض الأئمة زي الإمام مالك وقلنا كمان أبو حنيفة كانوا يشترطون الإيه؟ أن يكون الراوي من الحفاظ. الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك. قال: وأما الخامس فكما ذكر من الاختلاف فيه، يعني هو صحيح أن هذا الجزء الخامس أو القسم الخامس اللي هو الروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين فيها اختلاف، لكن في الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدعة. يعني في أحاديث في الصحيحين فيها روايات بعض فيها روايات لبعض المبتدعة، وهؤلاء كانوا صادقين ولم يخرج لهم البخاري ومسلم ما يدعو فيه إلى بدعتهم، يعني هو بيروي حديث ليس له علاقة بالبدعة التي إيه هو معتقده، فالبخاري ومسلم إيه يخرجون هذا النوع من الأحاديث. زي عمران بن حطان، عمران بن حطان ده كان من الخوارج وأخرج له في الصحيح، وعباد بن يعقوب كان من الرافضة وأخرج له في الصحيح، طيب فلم يطرحوا للبدعة. وكان سيدنا الإمام الشافعي بيروي عن إبراهيم بن أبي يحيى، وهذا كان مبتدعا وضعفه كثير من الأئمة، فلما قالوا سيدنا الإمام الشافعي وأنت تروي كيف تروي عن إبراهيم بن أبي يحيى؟ قال: كان لأن يسقط من السماء أحب إليه من أن يكذب،
لأن يسقط من السماء أحب إليه من أن يكذب. فالإمام الشافعي لذلك كان إيه يروي عنه، صدوق مبتدئ. وكثير حتى من الأحاديث التي يقول فيها الإمام الشافعي حدثني الثقة، كان يقصد بها إبراهيم بن أبي يحيى. فإذا روى الثقة، روى المبتدع حديثا وكان من الصادقين، روى حديثا لا يدعو فيه إلى بدعته، فأكثر الأئمة كانوا على إيه قبول هذه الأحاديث. قال: وقد بقي عليه من الأقسام المختلف فيها رواية مجهول العدالة. يعني إيه عايز يقول؟ إن الإمام الحاكم في نوع من الأنواع المختلف فيها اللي هو مجهول العدالة. مجهول العدالة ده اللي إحنا بنسميه إيه؟ مجهول الحال أو المستور. ف محدش قال إن رواية مجهول الحال أو المستور من المختلف فيها أو في صحتها، يعني ممكن يكون حديثه صحيح أو لا، بل جمهور العلماء على رد هذه أحاديث الإيه؟ المستور أو المجهول، مجهول الحال، بل أنهم يقولون أن حديثه من قبيل الحسن وبشروط أيضا. يعني حديث المستور أو مجهول الحال من قبيل الحسن وليس من قبيل الصحيح، ولكن أيضا بشروط، يعني هو من الحسن وبشروط إن روايته ما تكونش شاذة، وأن ينتفي منها الشذوذ، وأن يتابعه غيره. فإذا حدث أو وجد هذان الشرطان، هذين الشرطين أو هذان الشرطان، يبقى إيه الحديث كده إيه؟ حديث المستور ده أو المجهول الحال حديث حسن، يبقى مش مختلف بقى في صحتها. وكذا قال المصنف أي الإمام النووي في شرح مسلم، وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه المصنف. حكاه المصنف اللي هو مين؟ الإمام النووي. طب حكاه فين؟ في شرح صحيح مسلم. الناقلون سبع طبقات، ثلاث مقبولة وثلاث مردودة، والسابعة مختلف فيها. يبقى الحاكم عملهم 10، وإيه أبو علي الجياني عملهم إيه 7. فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفاظهم، يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم. يبقى حتى لو خالف الإيه أحد الرواة الأئمة وإن كان ثقة أو ثقات خالفوا أئمة حفاظ أو إمام من الأئمة الحفاظ، يبقى لا، العمل على ما قاله الأئمة وهم الحجة على من خالفهم. والثانية دونهم في الحفظ والضبط، لحقهم بعض الوهم. والثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم، لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة. يبقى النوع الثالث ده عند أبي علي الحسين بن محمد ده من المقبول. فالإمام النووي في شرح صحيح مسلم قال لا، وهذا النوع أيضا فيه خلاف. يبقى ما نعدش هذا النوع من المقبول مطلقا، لا، فيه أيضا خلاف. فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم، وعليهم يدور نقل الحديث.
اللي هم ايه طبقات الثلاثة دول. والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث، ده مردود اتفاقا. الإمام النووي قال في صحيح، في شرح صحيح مسلم، وهذا فيه خلاف، يعني بعضهم من يقبل روايته وبعضهم لا يقبل روايته. والثانية من غلب عليه الوهم والغلط، يبقى ده عكس الايه الثانية. الطبقة الثانية يعني هم حفاظ ولكن حدث عندهم بعض الوهم. الطبقة الثانية في المردودة لا، ده هو أكثر أحاديثه وهم وغلط، والجزء اللي هو الصحيح أو المقبول في حديثه قليل جدا، يبقى عكس إيه الطبقة الثانية إيه في القسم الأول. والثالثة قوم غلوا في البدعة، غلوا في البدعة ودعوا إليها، فحرفوا الروايات ليحتجوا بها، يبقى دول إيه من المردود، القسم المردود. وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقبلهم قوم وردهم آخرون. طيب يبقى إذن العلم هو عايز يقول إن المجهول ده مختلف في قبوله ورده، والمجهول ده ثلاث أنواع. مجهول ثلاثة أنواع. النوع الأول اللي ما يروي عنه اثنان ويكون مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. النوع الثاني ظاهر العدالة ولكن خفيت عدالته الباطنة. طب ايه بقى ايه معنى العدالة الظاهرة والباطنة؟ العدالة الظاهرة العلم بعدم الفسق، دي العدالة الظاهرة، العلم بعدم الفسق. فلان ده لا نعلم أنه كان فاسقا، دي العدالة الظاهرة. طب العدالة الباطنة؟ قال لك العلم بأقوال المزكين. يعني فلان ده زكى فلان وفلان وفلان وفلان. فنيجي للقسم الأول اللي احنا قلنا عليه ايه مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، يعني لا نعلم هل هذا كان فاسقا أم لا، لا نعلم أيضا أحدا زكاه. وتعريف العدالة الظاهرة والباطنة ده من اللي قاله؟ الإمام الرافعي في كتاب الصوم، عشان تعرف بقى إيه تربط العلوم ببعضها، يعني ما تيجي تدور على تعريف للعدالة الظاهرة والباطنة مش هتلاقيه في كتب الحديث، هتلاقيه عند مين؟ عند الإمام الرافعي في كتاب الصوم. الشرح الكبير. يبقى العلوم كلها مرتبطة مع بعضها.
الجزء أو القسم الأول اللي هو اللي قلنا إيه المجهول العدالة ظاهرا وباطنا، وهو أن إيه يروي عنه اثنان، وهذا رده أو الجمهور على رد حديثه، الجمهور على رد حديثه اللي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. طيب النوع الثاني قلنا ايه؟ ظاهر العدالة وخفي الباطن، يعني لا نعلم ايه عنه شيئا ايه خارج للمروءة او ايه يدعو الى ان نحكم بفسقه. ومجهول العدالة باطنا أي لا نعلم أحدا زكاه، لا نعلم أحدا زكاه. ويروي عنه اثنان فصاعدا، وهو ده اللي بنسميه ايه المستور أو مجهول الحال اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. طب ده حاله ايه؟ قال لك برضو جمهور العلماء على رد حديثه، قليل من العلماء اللي قبل حديثه زي سليم الرازي وابن فورك ومنهم ابن الصلاح أيضا. فالجمهور على رد حديثه ومنهم من قبله. طيب في جماعة آخرين قالوا إيه؟ نتوقف في حديثه اللي هو المسطور ده، نتوقف في حديثه، وده اللي قاله إمام الحرمين ورجحه الحافظ ابن حجر. يعني إيه نتوقف في حديثه؟ يعني ورد لنا رواية فيها مجهول الحال أو مستور، وهذه الرواية تحرم حلالا، تحرم شيء حلال. طيب يبقى نعمل إيه؟ فإمام الحرمين قال نتوقف إلى أن يستبين حاله، حال هذا الراوي، ونتوقف يعني نمتنع عن أخذ أو تناول هذا الحلال، نمتنع عن تناول هذا الحلال وأخذه. طب يا إمام الحرمين هو ده حكم يعني؟ يعني أصبح عدم تناول هذا الحلال ده يبقى أنت كده حرمته علينا، فيبقى حرام يعني حكما؟ قال لك لا مش حرام، لكن نتوقف في تناوله. هو ده زي الحرام بالظبط، ولكن قال لك هي تفرق في ايه؟ ان الحرام حكمه انه حرام، لكن هذا لا نستطيع ان نحكم عليه انه حرام، ولكن نمتنع عن تناوله إلى أن يتبين لنا حال هذا الراوي. فإذا تبين لنا حاله وإنه يعني رجل ثقة أو صالح وصادق، يبقى إيه أصبح هذا الحلال حراما، يبقى نستطيع هنا أن نقول بحرمة إيه هذا الشيء. طب إذا لم يتبين لنا حاله وفضل مجهول كده مش عارفين عنه حاجة، قال لك في هذه الحالة ينقلب المباح مكروها، يبقى ما نقولش عليه حرام ولكن نقول عليه ايه مكروه. طبعا جه ابن السبكي واعترض برضو على امام الحرمين وقال ايه ان الاباحة ثابتة بيقين،
وهي الأصل، فلا نتحول عن هذا اليقين بإيه؟ بدليل مشكوك فيه، يبقى إيه الأمر يفضل على الإباحة زي ما هو. فيبقى ده القول الثالث، ده قول إمام الحرمين، والحافظ ابن حجر رجحه أن نتوقف في حال المستور. وبعضهم قال طبعا إنه إن حديثه حسن، ولكن بشروط اللي احنا قلناها، إنه ما يكونش، لا تكون روايته شاذة، وأن يتابعه غيره. طب القسم الثالث اللي هو إيه؟ أقسام المجهول، اللي هو بقى بيسموه مجهول العين، مجهول العين، هذا لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، ملوش إلا راوي واحد. طيب حكمه إيه؟ قال لك أيضا الجمهور على رد حديثه وعدم قبوله، وبعضهم قبل حديثه أيضا بشروط. إيه هي الشروط دي؟ قال لك إنه يزكيه أحد من الأئمة. هو روى عنه إيه؟ راوي واحد، آه، ولكن جه واحد من الأئمة مثلا زي الإمام أحمد وقال إيه؟ قال هذا رجل ثقة، أو وثقه بأي إيه؟ لفظ من ألفاظ التوثيق. قال لك أو إنه اللي يكون الراوي عنه ده راوي من الأئمة الذين لا يروون إلا عن ثقة، يبقى الراوي عنه الراوي الواحد ده يكون من الأئمة الذين لا يروون إلا عن ثقة. بعضهم قال أيضا يقبل حديثه إذا كان مشهورا في غير العلم، زي إيه مثلا؟ قال لك زي مالك بن دينار. مالك بن دينار مشهور بالزهد، وكل الناس تعرفه، ولكن من طريق زهده وليس من طريق العلم. فقال لك إيه؟ يبقى في الحالة دي إيه؟ يقبل حديثه، هو الناس كلها عارفاه. فيبقى دي 3 أقسام للمجهول. المجهول إيه؟ ليس قسما واحدا، بل هو إيه؟ 3 أقسام. وهيجي بعد كده إيه؟ يعني شرح هذا الكلام. وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات، فقبلهم قوم وردهم آخرون. قال العلائي: وهذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة. انتهى. طبعا هو إيه بعد كده هيتكلم على إيه؟ مسألة بقى إيه؟ مسألة كبيرة وعايزة يعني استفاضة وشرح كبير، اللي هي مسألة كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى في أنه لا يجوز لأحد في هذه الأزمان أن يصحح حديثا. مينفعش واحد إيه دلوقتي يجي يقول إيه إن الحديث ده إيه صحيح أو حسن أو الكلام ده. وطبعا إيه العلماء طبعا ردوا عليه، يعني كل من تعرض لشرح مقدمة ابن الصلاح رد على الحافظ ابن الصلاح في هذه المسألة. وابن حجر بقى إيه السيوطي يعني، وابن حجر هينقله بقى كلام يعني واسع جدا في الرد على ابن الصلاح في هذه المسألة. فإيه نرجئها إلى إيه المرة القادمة إن شاء الله، لأن الكلام فيها إيه سيطول. والله تعالى
تعالى أعلى وأعلم.